الله ولا مرة هالبي بينتقم منا حتى وقت اللي منغلط تجاهه. لك بمثل الابن الضال، الابن لغي بيه، شو كان انتقام بيه منه؟ كان انتقام أناني؟ لو كان انتقام أناني، لو إذا رجع يعاتبه يمرقوا بفترة معاتبة، كان طلع إله مركز على حاله، إله أناني، إله هم حاله هو قبل ابنه. ولكن لأنه كان مركز ومحور على ابنه، فهم أنه ابنه كان بحاجة يعمل هالخبرة هايدي. وكيف استقبله؟ استقبله كابن، ما انتقم منه، ما دفعوا الثمن ابدا، ما قال له هلا اوكي تعال على البيت بس حصتك بالورتي ما بتاخذها. رجعوا مثل كانه منه عامل شيء. ولكن شو يعني الله بينتقم لنا من اعدائنا؟ اول شيء اذا بتطلعوا بتشوف لما رجع الابن الضال بي انتقم له من عدو الابن. مين كان عدو الابن؟ فكرة الاستقلالية، فكرة يلي بده يخليه، فكرة الشيطان يلي بده يخليه يبني حياته بلا بيو لحتى يتخلى عن البنوة، وإذا رجع يرجع أقل من خادم. دعوس له عدوه، قال له بدي ردك إن كيفي ابن، مش لح ردك حتى خادم، مش لح ردك، لح ردك ابن. والله بينتقم لنا من عدونا يلي هو الشيطان. ولما أعدائنا بيكونوا ناس اشتغل فيهم الشيطان تيأذونا، الله كيف بينتقم لنا؟ كمان بحب مجاني، مش محور على ذاته، مش بأنانية. بينتقم لنا من أعدائنا لأنه بحاول يعمل المستحيل يخلي أعدائنا يتوب، يخلي أعدائنا يوعوا على الشر اللي هم يعملوه، يشفوا. لأنه أنا عدوي يلي إزاني إذا تقاصص أنا ما بيجيني شيء، هذا مش الانتقام الحقيقي. ولكن إذا عدوي تاب وشفته رجع مثلي على بيت بيو، اف شو بيكون هيدا الانتقام اللي بيروي القلب، اللي بخليني أعرف بيي داي شو قوي. بيي منه قوي إذا بيأذيل اللي بيأذوني، بيي بيكون قوي إذا بيجيب اللي بيأذوني على البيت معي، بيجيبون إلى الحظيرة، بيجيبون إلى هالعيلة هيدي، بيجعلون إخوة لإلي.